يخص الأطفال ديالنا وهو كيفاش نحقو السعادة لوليداتنا. ولهذا الغرض حاضر معنا الكوتش فؤاد ميرعلي. مرحبا بك أستاذ. السلام عليكم، شكرا جزيلا على الاستضافة ومرحبا بيا عند هاد الوجوه المشرقة. مرحبا بك. وكذلك نقاش حاضر معنا كل إلهام وفدوى. إلهام مساء النور. مساء السعادة، خصنا نحقوها لوليدات طوطينا حنايا. هادشي نشوفوا اليوم مع الخير لينا عند وليداتنا لينا باش وليداتنا يحسوا بها. فدوى مساء النور. مساء النور إيمان، مساء النور إلهام ضيفنا، وتحية للمشاهدين ديالنا. الوغ أستاذ، في الأولى تقدر تعطينا واحد تعريف على السعادة؟ وكذلك نبغيو نعرفوا مفهوم السعادة، واش هو موحد عند الأطفال، واش هما كيشوفوه بنفس الطريقة بحال اللي حنا كنشوفوها حنا الكبار؟ احنا الكبار الحقيقه المفهوم ديال السعاده عندنا فيه واحد شويه ديال اللبس. علاش؟ لان كنقول بغيت نحقق السعاده، بغيت نوصل للسعاده، الوغ كو كاين واحد جوج ديال الحوايج اللي ما يمكنش نوصلوا ليهم اللي خصنا نعيشوهم، هما السعاده والسلام الداخلي. فاش كنقول غادي ندير هادي باش نوصل للسلام الداخلي، غادي ندير هادي باش نوصل للسعاده، هنا ما كنحققوش السعاده، كنحققو يمكن شي حاجه اخرى. علاش؟ لان السعاده كتعاش. السعادة هي واحد الإحساس اللي كنعيشوه آنيا. نعم. صدق كنقرر كنقول صافي أنا سعيد، ما أنا فؤاد. كنقول أنا سعيد وكنحس بهذاك الإحساس. فاش كنقول بغيت السلام الداخلي، هذيك الساعة كانت كالما وكنحس بالسلام. يعني غير باش أول ديفينيسيون نقولوها، أول تعريف، هو أن السعادة ماشي هدف. حيث إذا كانت السعادة ديالي هدف، مثلا غادي نقول أنا دائما كنربطوها بشي حاجة. نعم. يا إما بفلوس، يا إما بالولاد، يا إما بالخدمة، يا إما كتكون سعادة كونديسيونيل. نعم. صافي كتكون سعادة بشروط. ألوغ كو السعادة مشروطة فعلا، السعادة ما تحتاجش أنها تكون مشروطة. السعادة إحساس يعاش آنيا. داكوغ. ألوغ دابا حنا سعادة الحمد لله. إلا قررنا أننا نكونوا سعادة وكنقولوا، يعني كتكون واحد لافيرماسيون، كنقول أنا دابا قررت باش نكون سعيد. داكوغ. دونك شنو هي الأشياء اللي غادي نفكر فيها، اللي غادي نديرها باش باش نزيد نطلع النيفو ديال السعادة، يعني باش نثبت هذيك السعادة؟ يعني هاد السعادة كتجلى في نمط الحياة. نعم. السعادة هي عادة. داكوغ. عادة، وباش أن نرسخ هذيك العادة خصني ندير تمارين اللي غادي يعاونوني باش أن هاد السعادة تولي واحد المود دو في، تولي واحد كيفاش نمط حياة فعلا، تولي هي الكوتيديان ديالي، طريقة عيش فعلا. نعم. أوكي. نعم. ولكن عرفنا عن السعادة عند الأطفال، بحيث يمكن مفهومها عند الأطفال ماشي بحال عندنا حنا الكبار. السعادة يمكن هما اللي كيطبقوا هاد القضية ديال السعادة في اللحظة. يمكن أنا غادي نصدمك بواحد لا ديفينيسيون غادي نعطيها لك، هو أنه ما نقدروش نهضروا على السعادة عند الأطفال. لأن الأطفال هما أصلا سعادة. سعادة. الأطفال سعادة تمشي على رجلين. كي كتشوف الأطفال كتشوفهم كينقزوا، كتشوفهم كيلعبوا، كتشوفهم كيطبقوا كيطبقوا السعادة. علاش؟ لأنهم مازال باقي الضياء ديالهم كيف ما كنقولوا نقية. يعني باقيين على الفطرة، باقيين كيتعاملوا بالغريزة ديالهم،